أورانج تقدم لكم أي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال معاك في التكنولوجيا معاك في اللي تحبوا. على قناة الحوار التونسي يتجدد الموعد مع اي تيك. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم انتم اللي تحبوا تاخذوا فكرة على اخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. يلا نعملوا الميزاجور، شنو فما جديد في عالم التكنولوجيا في اخر الجمعة هذه. تيك نيوز. 15 مارس اليوم العالمي لحقوق المستهلكين. بالمناسبة هذه نظم المعهد الوطني للاستهلاك ندوة جمعت كل الأطراف اللي عندها علاقة بالتجارة الإلكترونية، ندوة تحت اسم حقوق المستهلكين في الفضاء الرقمي، فرصة جديدة للتركيز على واقع التجارة الإلكترونية اليوم في تونس. التجارة الإلكترونية يعني في تونس تشهد تطور لكن تبقى دون المأمول، يعني حجم المعاملات يعني في حدود 150 مليون دينار في السنة يعني على مستوى التجارة الإلكترونية، وهذا عندي رقم ضعيف. يعني من أسباب متاع الضغط متاع الرقم هذا اللي التجارة الإلكترونية مرتبطة يعني بالخلاص الإلكتروني. للأسف الخلاص الإلكتروني عنده زوز عوائق في تونس، ثم مشكلة متاع ثقة أولين، وثم بعد مشكلة متاع تاكس. يعني التاجر اللي يستعمل بايمون إلكترونيك يتغلب يتم الخلاص الإلكتروني يخلص تاكس أكثر كيكي يخلو كيكي ياخذ معناتها مود اخر بتاع خلاص كيما الكاش. يعني كيف التجار ما همش يعني ما عندوش بونوس ولا من بعد معناتها عامل بلوتو مالوس كي يستعملوا البيمون الكترونيك، وهذا ما يشجعش يعني التجار باش يستعملوا المويا هذا باش الناس تقوم يعني بالخلاص. يعني وهذا مهم ياسر ان شاء الله مع البنوك، يعني مع الاسوسيسيون تاع البنوك مع البنك المركزي ومع وزاره الماليه نلقاو حل باش نقصوا يعني في الاي دي اي ويولي ثم حتى اكثر بونوس للناس اللي يستعمل البيمون الكترونيك. هذا يعني شيء مهم باش نحسنوا اكثر في الاداء نتاع التجاره. الملتقى نتاعنا اليوم هو تحت عنوان التجارة الإلكترونية في تونس بين الموجود والمنشود، تندرج في إطار اليوم العالمي لحقوق المستهلكين اللي هو مخصص لحقوق المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية. كما نعرف قطاع التجارة الإلكترونية في تونس يشهد في تطور كبير ياسر من حيث رقم المعاملات، من حيث عدد المواقع التجارية. التجارة الإلكترونية ولا الداخل بشوي بشوي في الأنماط الاستهلاكية بتاع التوانسة، سواء اللي يشري ديريكتومون ويعمل بايمون نتاعو اونلاين، سواء اللي هو معناتها يعمل في البايمون على ليفريزون الكاش اون ديليفري، سواء حتى الكونسيومر تو كونسيومر اللي هو مستهلك المستهلك واللي عنده افاريات يعمل فيها الى غير ذلك. دونك فما تطور كبير ياسر. امام التطور هذا راهو يطرح جمله من التحديات في علاقه بكيفيه توفير الضمانات الكافيه للمستهلك باش يشري وهو مطمن. يشري وهو مطمن، هذه كلمه السر. هذاك علاش الندوه هذه سجلت حضور منظمات كيف منظمه الدفاع عن المستهلك، لكن ايضا منظمات مهنيه قاعده تنظم اكثر واكثر في قطاع التجاره الالكترونيه لتوفير اكبر نسبه من الضمانات للمستهلك، وقصد ايضا محاوله الرفع من مستوى القطاع هذا بالبحث عن التكنولوجيات والحلول الجديده. اليوم بمناسبه اليوم العالمي لحمايه المستهلكين، on va essayer de parler d'un sujet très important dans le contexte tunisien, à savoir l'environnement de commerce électronique et la confiance relative aux transactions effectuées en ligne. Donc à l'occasion de cette journée, je vais faire une intervention relative donc au fintech et également aux technologies de paiement mobile comme étant un vecteur de développement du commerce électronique en Tunisie, mais également un chaînon manquant qu'il va falloir développer, donc notamment pour une meilleure inclusion financière donc dans cette nouvelle économie qui se transforme de plus en plus. C'est un sujet très important dans la mesure où le commerce électronique est un secteur à part entière aujourd'hui et constitue le nerf de guerre des entreprises dans une économie de plus en plus mondialisée et orientée vers ces technologies de plus en plus innovantes. À l'occasion de cette journée, donc, on va signer un accord de partenariat entre l'Institut National de Consommation, le CEVAD qui est la chambre syndicale de la vente à distance et une société spécialisée leader dans les sondages en ligne et le développement web et mobile, à savoir MDWeb, pour le lancement du premier baromètre de commerce électronique en Tunisie. Tel baromètre va permettre donc d'avoir une idée fidèle de la réalité, du contexte, du taux de pénétration, des intentions d'achat et des habitudes de consommation du Tunisien en ligne. اليوم اللي راهو معناتها في الإيكوميرس et dans plus en général معناتها en termes d'inclusion digitale,
تونس عندنا ما يقارب 70% من البوبولاسيون كي كونيكتي اليوم. 70% من البوبولاسيون كي كونيكتي هذا راهو اكثر من الموين مونديال, معناتها كي اوتور دي 55%. تبقينا 70% دانكلوزيون ديجيتال, هذوما ماناش قاعدين نراو فيهم في الناتج القومي الخام. علاش؟ على خاطر اليوم لو فوليوم دي ترانزاكسيون دو اي كوميرس ريبريزونت اونيكمون 200 مليون دو دينار غروسو مودو, اللي هو يمثل 0.2% من الناتج القومي الخام. اليوم ان طونك غرفه ممثله على القطاع الخاص وبالتعاون مع وزاره التجاره ومع حمايه المستهلك ومع الاي ان سي ومع كل القوى الفعاله والمجتمع المدني, معناتها كل القوى الفعاله في البلاد, يلزمنا نعاونوا على تاثير ليفوليسيون تاع الاي كوميرس, ليفوليسيون دو سيت ايكوسيستيم لا باش ايفولو دون لو بور كيل بويس ايفولوي دون لو بون سونس. اليوم تحتفل تونس باليوم العالمي للمستهلكين, وهو كما دول العالم الكل تحتفل باليوم العالمي هذا تحت شعار سنة التجارة الإلكترونية, ومدى معناتها قيمة التجارة الإلكترونية اليوم في العالم, وهذا في تونس زاد يخصنا برشا. يقول لي اللي اليوم وصلنا ما يقرب فما 25% من التوانسة اليوم تتعامل في التجارة الإلكترونية, لكن فما نقص كبير مازال ما يقرب 75% من التوانسة اللي عاصفة على القيام بالشرائط نتاعها في التجارة الإلكترونية. برشا أرقام وكلام على التجارة الإلكترونية. الواقع في تونس اليوم, الواقع التكنولوجي بالنسبة للتجارة الإلكترونية وأبرز التوجهات, الواقع في العالم. الواقع في تونس اليوم يأكد أنه خدمة جبارة تستنى في الأطراف المداخلة في التجارة الإلكترونية باش نولي ونحكيه بصفة جدية على قطاع قوي اسمه التجارة الإلكترونية في تونس. في انتظار أنه تظهر خاصية البي 20 بصفة كاملة, هواوي معاملة أكثر وأكثر على الميت 10 وخاصة الميت 10 لايت. السمارتفون متاعها اللي أطلقته من نوفمبر مازالت معاملة عليه لليوم. الميت 10 لايت يجمع بين الخاصيات متاع الموين جام واللود جام, نوتامون لوزاج متاع الليكرون بوردوليس فول فيو وحضور لأول مرة للدوبل كابتور فرونتال ودورسال في السمارتفون هذا. هواوي تزيد تثري أكثر الخاصيات متاع الميت 10 لايت, وذلك بالميزاجور الموجودة اليوم في تونس واللي تزيد زوز خاصيات هامة, هي الفيس اي دي للديفيروياج والرياليتي اوغمونتي. حبينا اون انونس اوفيسيلمون اليوم كونو يكون فيه الفيس اي دي في الميد دي سلايد. دونك اللي عندهم ميد دي سلايد والا اللي باش يشريو بيانتو لي ميد دي سلايد باش يوليو عندهم ان فيس اي دي باش الديفيروياج نتاع التليفون ينجم بالفيس اي دي 3D غراس او دو كاميرا اللي موجودين فيه. رابيلون كو الميد دي سلايت فيه 4 كاميرا, معناها لو برومي او موند فيه 4 كاميرا او فول فيو. دونك ان فيتشر ولا ان افونتاج دو بلوس كيف كيف فيه باش يكون في السوفت الجديد اللي ابارتير كي نعاودو نقول ابارتير من 29 جانفي موجود ديسپونيبل الرياليتي اوغمونتي والاوغمونتيد رياليتي بلس بيان سور الووتر مارك اللي باش يكون فيه موجود. الهواوي ميت 10 لايت في تونس واحد من ابرز السمارتفون اللي تم اطلاقه من اخر 2017, ويخلينا نستناو شنو جديد بالنسبه للجام بي نهار 27 مارس. واحدة من أبرز الخطط متاع شركة أبل هي الانترناليزاسيون متاع الماكسيموم متاع الكمبوزون متاعها. أبل تحب يكون عندها استقلالية كاملة بالنسبة لصناعة الكمبوزون. آخر كمبوزون واللي تصنع الشركة هي البوس جرافيك اللي نلقاوها اليوم في الايفون 8 اللي بعده هام جدا. حسب بلومبرغ شركة أبل قاعدة تستعمل في السياج متاعها في كاليفورنيا باش تطور لزيكرون متاعها, حيث أنه الشركة قررت أن تستثمر أكثر في الميكروليد في محاولة أن تلقى معوض للأوليد. أبل قاعدة تخدم على الشاشة أجود تعطي كاليتي خير بالنسبة للضوء وما تستهلكش برشا طاقة. الكرون متاع أبل موش حاضر اليوم ومستبعد أنه يكون موجود في الجنراسيون القادمة متاع الايفون. بالمناسبة حسب ديجي تايمز فإنه كلفة الصناعة متاع الايفون باش تطيح 10% في 2018, ما يعطي الإمكانية لأبل أنها تطيح السوم متاع الايفون متاعها, خاصة أنه الثمن الباهظ متاع الايفون 10 مثل المشكلة الرئيسية اللي خلته يلقى في بعض الصعوبة بالنسبة للمبيعات. حسب ديجي تايمز فإنه الجام متاع الايفون في سبتمبر 2018 باش يكون فيها ان ايفون 10 5.8 بوس, ان ايفون 10 بلس دو 6.5 بوس زوز ان اوليد, و ايفون 6.1 بوس On LCD. شكون الشركة اللي قاعدة تقدم من حيث الفالوريزاسيون في البورصة؟ الجواب هي واحدة من الجافا,
هي أمازون. الشركة متاع جيف بيزوس زادت طلعت أكثر ب 2.7% وتعدت ال 1587 دولار للأكسيون الواحدة، يعني قرابة 4 ملايين بفلوسنا. أمازون تعدت المنافس الأول متاعها ألفابيت الميزون مير متاع جوجل. الفالور متاع أمازون اليوم 768.04 مليار دولار، في وقت اللي ألفابيت الفالور متاعها 761.42 مليار دولار. لتاب القادمة بالنسبة لأمازون هي إزاحة النمبر وان شركة أبل اللي تحتل اليومين هذا المرتبة الأولى. أبل الفالور متاحة 889.17 مليار دولار. موعدة بالنسبة لأيتيك خلات للخر متاحة، وشكرا لكم على حسن المتابعة. نجموا تعملوا علينا باش نجيبوكم أخبار التكنولوجيا كل جمعة نهار الأربعاء والسبت على قناة الحوار التونسي. خليكم مع دقيقة أورانج. تحية محمد علي السويسي، في الأمان. وفيلك سولت في تليفونك وما تنجمش تشارجي، في بالك اللي أورانج توفر لك سيرفيس SOS كريدي اللي مكنك باش تتكلم وتكونكتي من تليفونك حتى وقت اللي وفيلك السولد متاعك. يكفي باش تضغط على نجمة 122 دياز وتكتيفي الأوبسيون اللي تساعدك. تنجم تختار مكالمات يوصلوا حتى العشرة دقائق تستعملهم نحو كل المشغلين في تونس. تنجم زادة تكلم أحبابك في الخارج وتختار اون مينوت فيغ لانترناسيونال. وكانك تستحق انترنت معليك كان تكتيفي دي زوبسيون يوصلوا حتى ل 550 ميجا اوكتي. SOS كريدي دي بانيك زادة افيك اون اوبسيون فيها انترنت ومكالمات. تنجم تختار باش تكونكتي حتى ل 200 ميجا اوكتي وتكلم 4 دقائق، ولا تكونكتي حتى ل 800 ميجا اوكتي وتكلم 8 دقائق. الأوبسيون اللي تختارها تخلصها في أول غشارج تعملها، وهكا مع سيرفيس SOS كريدي ما عادش توحل كيف يوفيلك السولد في تليفونك. نجمة 122 جيز معاك في اللي تحبه. تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه.